أو شيء أتوقع من المهم أن أعرف ما هو اللقاح عشان نعرف يعني مدى فعاليته. هو اللقاح باختصار أن تعريف جسم مناعة الإنسان لفيروس ميت علشان الجسم يكون مضادات طبيعية تعطيه مناعة تكون لمدة سنوات إذا ما كانت إلى مدى الحياة. هل من السهولة إيجاد هذا النوع من اللقاح في حالة وجود وباء يكون متحور بشكل سريع على فترات متقطعة وتكون يعني ميزاته من ميزات الفيروسات اللي هي المعروفة بالكورونا؟ فهذا الله يسلمك اللي أكد على جميع الباحثين أن وجود اللقاح سوف يأخذ لا من الوقت، وحتى لو وجد اللقاح مدى الفعالية يعني ما بيبين خلال فترة قصيرة بسبب نوع الفيروس اللي احنا نواجهه، وهذا معروف في فيروسات الار ان اي اللي هي من فصيلات الكورونا تختلف تماما عن فيروسات اللي نفس الانفلونزا. اما بالنسبه لسياسه الهيرد اميونيتي او بالعربي مناعه القطيع، اتوقع تجارب دول اخرى يعني دائما نقول نستفيد من تجارب الدول الاخرى. يعني يوم تم عرض الاشخاص لهذا الفيروس بدون اخذ الاحترازات وفحصهم وعزلهم، راينا كميه الاعداد المتوافده الى مستشفياتهم بحالات حرجه، جميع مستشفياتهم امتلأت بهذه الحالات. المشكله الله يسلمك ان احنا من الصعب ان انا اقدر اقرر ان الشخص هذا شلون بتكون مناعته لو سمحت له يتعرض للفيروس. انا كيف اعرف ان هذا الانسان طبيعه جسمه بيتقبل الفيروس وممكن يكون مضادات؟ لكل انسان الله هبانا لكل انسان نوعيه خاصه لكيفيه يعني تكوين هذه المضادات. هذه يطبق النظام في حال وجود يعني فيروس معروف نفس مثل الانفلونزا او اشياء اخرى اللي ممكن انك تحصرها في وجود لقاح، لكن اني اعرض الناس لفيروس وانا ما اعرف النتائج اللي بتكون لها من 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 تعريضه ولا وجود لقاح، اتوقع شويه يعني اخلاقيا بيكون فيها، طبيا بيكون فيها يعني صعوبه، وفيها اختلاف طبعا ما بين العلماء. فاللقاح نعم هناك عده دول، الصين اعلنت، استراليا اعلنت، جامعه اوكسفورد اعلنت، جميعها تحت التجربه السريريه، بعضها تم تجريبها على البشر. احنا لازم نعرف ان اللقاح لا يصدر مباشره على الانسان، يجب يتم فحص على عزكم الله على الحيوانات ومن ثم يتم تطبيقها. هناك فعلا في استراليا في امريكا يعني لم يخطر في بالي اسم الجامعه جربتها على نسبه من البشر ولكن لم يتم تاكيد مدى فعاليتها. فالموضوع بيكون طويل بموضوع اللقاح. انا اتفق مع ما يقول بعض الخبراء بانه بياخذ لنا تقريبا 18 شهر يعني منتصف 2021 لوجود لقاح، مدى فعاليته العلم عند الله.